في بريطانيا أيضا ارتفع عدد قتلى الحريق الهائل الذي أتى على برج جرينفيل في منطقة لانكستر غربي لندن إلى 17 قتيلا، بما أصيب 70 في الأقل بجروح مختلفة. وأخلت الشرطة البريطانية محيط البرج السكني من السكان، فيما طالبت رئيسة الحكومة البريطانية تريزا ماي تأجيل الإعلان عن تشكيلة الائتلاف الحاكم إلى الأسبوع المقبل بسبب هذا الحريق.